السودان هو الحقيقة نافذة الأمن القومي العربي على أفريقيا جنوب الصحراء، وهو كان المدخل أو البوابة العالم العربي نحو أفريقيا، في أولا في دخول الإسلام لأفريقيا، ثم في العلاقات الأفريقية العربية. السودان كان ركيزة أساسية مثله مثل مصر في تقوية العلاقات العربية الأفريقية. نعم، بالتالي هل تعتقد أن وجود الفريق أول أبو بكر حسن مدير الاستخبارات السوداني من ضمن هذا الفريق، هذا يشير أن هناك ملفات تتعلق بأمن البحر الأحمر ستبحث طبعاً خلال هذه اللقاءات؟ طبعا لا، هو الآن الأمر يتعدى، طبعا أمن السودان هو أمن البحر الأحمر. نعم، فأمن السودان كان في خطر في خلال الثورة وخلال النزاع على الحكم ويعني طوال فترة النظام السابق نظام البشير، كان السودان يعني في وضع مضطرب، وهو قد وصل في مرحلة من المراحل إلى ما يشبه الدولة الفاشلة، لأنه قامت حروب في الجنوب وفي دارفور وفي مناطق شمال السودان أيضا والبجة وذا، وكلها خلقت يعني زعزعة لوحدة السودان. فوحدة السودان واستقراره هذه أمر مهم جدا للمملكة العربية السعودية، ولذلك عبرت المملكة عن قلقها من حالة الانفلات اللي صارت في بعض فترات الثورة وعدم قدرة السودانيين على الوحدة. ولكن المملكة عندما توحد السودانيون في وكونوا رؤية مشتركة للفترة الانتقالية، المملكة وأشقائها وحلفائها دعموا هذه الرؤية.